اشكال دي ستار جوز، اشكال دي ستار جوز. اعطيكم اكزامبل 1 تا سوبر بوزيشن اوف تو اورثوغونال ويفز at the same frequency represented by x equal a sin omega t y sin epsilon a cosine omega t. Prove that the result of superposition is circular motion traced in the anti-clockwise. هنا أنا عندي في هذا السؤال عندي تعاقب superposition of two orthogonal waves، تعاقب موجتين في حالة تعامد بعد the same frequency، بنفس الفريكونسي. لاحظ من الموجتين او الحركتين x1 يساوي a sin omega t والy يساوي ناقص a cos omega t، نفس الفريكونسي الحركتين، بس واحدة بالاتجاه الموجب x والاخرى بالاتجاه السالب للy. طبعا من النهاية خلوا بالكم على كلش مهمة، واحدة الحركة الاولى باتجاه x الموجب بالاتجاه والاخرى بناقص y، يعني فرق الطول بيناتهم جد ناقصا 90. الفيس ديفرنس بين الاكس والواي ناقصا 90، ناقصا باي اوفر 2، فرق الطول ناقصا 90. ليش؟ لان الاكس الامبليتود مالته بالاتجاه الموجب، الواي بالاتجاه السالب، بالاتجاه السالب، فرق الطول بيناتهم ناقصا 90 درجة. اريدكم يعني في هذا السؤال نتيجة الحركة، نتيجة التعاقب، اريد ان تثبتوا لي ان السوبر بوزيشن مالته تكون على شكل سيركلون، شكل دائري، ان هاي الموجتين تتراكمون يكون الناتج المحصله مالته نتيجه التراكم مالته يعطيني شكل دائري، حركه دائريه تريس انت انتي كلوك وايز، يكون حركتها باتجاه معاكس لعقب الساعه، يعني الحركه تكون بهالاتجاه معاكس لعقب الساعه. خلينا نشوف المعادله الاولى التسبلسمت مال الاهتزاز الاول او الحركه التوافقيه البسيطه الاولى، التسبلسمت مالته اكس يساوي اي ساين اوميجا تي، والواي يساوينا ممكن احنا الواي يساوي ناقصا اي كوساين اوميجا تي. مين جاي بالاصل؟ الواي ممكن هي تساوي اي ساين اوميجا تي ناقصا باي اوفر 2، ناقصا باي اوفر 2، هاي الفرق بيناتن، فرق الطول بيناتن ناقصا باي، فيس ديفرنس بتوين تو بيرنتيكولار كومبوننت ناقصا باي اوفر 2، فرق الطول بيناتن ناقصا 90. ممكن نوصفها واي يساوينا اي ساين اوميجا تي ناقصا باي اوفر 2. هذا لو نفتح الساين بجمع حاصل جمع الزوايا، من نفتحها ساين كوساين بلاس كوساين ساين يطلع عندنا ناقصا اي كوساين اوميجا تي، نفس هذا، يعني هاي اصلها، اصل هاي الحركه جايه منا، لان فرق الطول ما بين الفيز ديفرنس بين المركبتين الاهتزازين ناقصا باي اوفر 2، اللي هاي هذا صفر هذا ناقصا باي اوفر 2، فرق الطول بيناتهم. هاي واضح، يعني هاي منين جاية أصلها؟ هاي الحركة جاية من y ساين a ساين أوميجا تي ناقصا باي أوفر 2. إذا فتحنا الساين حصل جمع زاويتين يصير ساين كوساين بلس كوساين ساين، من نسوي اختصارات حيطلع عندني يساوي ناقصا a كوساين أوميجا تي. إذا هذا إني ربعنا المعادلتين، هذا اثنيناتن إذا نربحن الاكس سكوير والواي سكوير، نوضح هذني الطرف الاخر من المعادله، يعني هاي كلها سكوير وهاي كلها سكوير، يعني حيصير عندي اكس تربيع زائد واي تربيع، اثنين هذين شو يساوينا؟ اي سكوير. ليش؟ لان الكوساين سكوير زائد ساين سكوير قيمته واحد فيبقى الاي سكوير. هاي يا معادله، هاي معادله سيركلر ايكويشن، اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي اي تربيع، هاي انتم مرضي بالرياضيات هي سيركلر ايكويشن، شكل دائري. هاي الازاحات الديسبلسمنت مال الحركه التوافقيه الاولى والحركه التوافقيه الثانيه، وهاي السعه مالتها، سعه الحركه. هاي الحركه على محور اكس، خلينا نقول حركة على محور واي، وهاي الامبليتيود الاي هي تعطينا شكل الدائري. هسه شلون نحدد احنا الحركه باتجاه معاكس او باتجاه عقب الساعه؟ نيجي نعوض بالمعادله. عندما التي زمن الحركه يساوي لنا صفر، نعوض على الاكس واي، نرجع هناك بالمعادلات نعوض. اذا الاكس كيف قيمته عندما تي صفر؟ الساين الى صفر صفر، اذا اكس صفر. الواي ايش قد قيمته عندما تي صفر؟ يطلع ناقصا اي، يعني كوساين الصفر واحد فيصير ناقصا اي. يعني شنو عندي؟ عفوا،
الx صفر والy ناقصا a. إذن وين اهتزاز الجسم؟ هذا اهتزاز الجسم هنا. ليش؟ الx صفر الy ناقصا a. هاي هنا الجسم. زين إذا كان الt بعد ربع دوران، ربع الدوران من الحركة، الt زمن ال